بنسب تضخم وصلت إلى 84% وعملة تتهاوى. يبحث حزب العدالة والتنمية على أوراق انتخابية تضمن له البقاء في السلطة، فالانتخابات الرئاسية والبرلمانية على الأبواب يونيو 2023. قد نأتي فجأة ذات ليلة وعلى حين غرة، جملة استبق بها الرئيس التركي أردوغان إطلاق العمليات العسكرية في سوريا والعراق بالأمس القريب، واليوم استخدمها لتهديد جارة أخرى اليونان، وفي إشارة أيضا على ما يبدو لتوقيت الهجوم التركي على قبرص قبل 38 عاما، 5:30 فجرا. القومية وخطاباتها، الورقة أو السلاح الأقوى في معركة أردوغان الانتخابية اليوم، خاصة إذا وجهت ضد خصمين تاريخيين الأكراد واليونانيين، والتوقيت مثالي. توترات حدودية وحشود عسكرية. اللاجئون الورقة المفضلة، يتبادلها كل من الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة. 200,000 ناخب ينحدرون من سوريا، ليبيا والعراق وأفغانستان، وستذهب كل أصواتهم للحزب الحاكم بحسب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة. الحزب ذاته تعهد بوضع خطة تضمن عودة اللاجئين السوريين الطوعية إلى سوريا خلال 2 عبر الحوار مع نظام الأسد، حوار يبدو أن أردوغان سبق المعارضة إليه بعد لقاءات متعددة جمعت مسؤولي أجهزة الاستخبارات في البلدين برعاية روسية، تمهيدا للقاء رئاسي مع الأسد بعيد انتخابات 2023 لا عدا دائما في السياسة. وهذا كلام أردوغان. 20% هي نسبة أصوات أكراد تركيا، يمكنها ترجيح فوز مرشح التحالف الحاكم أو تحالف أحزاب المعارضة كما فعلت في 2019، نصفها يذهب إلى حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، بينما كان العدالة والتنمية يحصل على نحو 7% من الأصوات الكردية. يبدو الوضع اليوم مختلفاً، خسر الحزب الحاكم دعم الأكراد المتدينين بسبب السياسات القومية التي ازدادت تطرفاً ضد الأكراد.